اليوم حلقتنا إن شاء الله راح نحكي فيها عن موضوع مهم، وهو موضوع المجتمع والمنكر، لأنه المنكرات زي ما أنتم شايفين يعني كثيرة، وأهل الخير كمان كثار، لكن برضو بنفس الوقت لازم نتكلم عن موضوع المجتمع والمنكر اللي هو واجب على كل واحد فينا، على كل مسلم أن ينكر المنكر وأن يأمر بالمعروف. نفهم شو هو المنكر. كل مخالف للدين هي تسمى منكر. طب هو شو عكس المنكر؟ المعروف اللي الناس بتعارفوا عليه. يعني تخيل هذا كلام موجه اللي بيقولك نفصل الدين عن الدولة، نفصل الدين عن الحياة، ونفصل الدين عن المجتمع. المعروف ما تعارف الناس عليه. احنا على ايش تعرفنا؟ تعرفنا على الصلاة دين، على الصوم دين، على النظافة دين، على المحبة دين، هذا كله دين. تخيل أن المعروف في المجتمع المسلم هو دين، فكيف تيجي تقول لي نفصل الدين عن الحياة؟ يعني إذا فصلت الدين عن الحياة، إذا فصلت الدين عن الحياة، أنت لا تريد لا نظافة ولا محبة ولا ابتسامة ولا تصب على حدا ولا تمسي على حدا ولا تساعد محتاج ولا تنصر ضعيف. هذا معناته المنكر كل ما يخالف الدين. مثال النظافة دين، طب والقذارة أجلكم الله منكر. يعني حتى المحافظة على نظافة المجتمع ونظافة الفرد ونظافة الشارع ونظافة السيارة ونظافة لباسك ونظافة بيتك، هذا يعتبر دين. فإذا وجدت إنسان ليس نظيفا إذن هو يرتكب منكر. يعني أنا بدي أحافظ على نظافتي ونظافة الناس كمان. يعني اليوم لما بيجي واحد بزت ورقة بالشارع، في ناس يقولك شو دخلني، لا هذا منكر يجب إنكاره، لا يجوز السكوت عليه لأنه هذا يؤذي المنظر العام. لهالدرجة الدين؟ أيوة لهالدرجة. هو الدين مش صمنا وصلينه بس، مش صمنا وصلي الصيام والصلاة، هذا لا بد منه، لأنه الصوم والصلاة عبارة عن هوية المسلم، لكن المسلم له أفعال. الحفاظ على النظافة دين، كسر هذه النظافة وإيذائها وتغييبها منكر. معناته المنكر مش إحنا بس المنكر، والله فلان حرك أصبعه وفلان ما حرك أصبعه بالصلاة، معناته تعال خلينا نزيل المنكر، ما هو أنه حرك إصبعه في الصلاة، لا مش هيك. ولا المنكر بس أنه فلان بيشرب خمر، مش المنكر فقط أنه فلان سرق. الناس محاصرين ذهنهم في موضوع المنكر بأشياء يعني زي الكبائر، السرقة، القتل، شرب الخمر، هو بس هذا المنكر؟ لا مش هذا المنكر. والله مرات إحنا نمارس بعض المنكرات ونحن لا ندري، لأنه راح ذهنك انحصر في منكرات كبرى وتجاوزت عن منكرات أخرى. في بيتك في بعض المنكرات، البيت اللي ينام عن صلاة الفجر في منكر، البيت اللي فيه شدة في منكر. إحنا ذهن راح انحصر على منكرات كبرى زي الربا، صح منكر، زي السرقة منكر، الغيبة منكر، النميمة منكر، أكل أموال الناس بالباطل منكر. بس إحنا مشكلتنا إن روحنا لخصنا المنكرات بهذه القضايا الكبيرة، فلما عجزنا عن تغيير الربا وعجزنا عن تغيير القضايا كبرى خلص يعني يأسنا. لا، أنت في بيتك طبعا، لو كل إنسان انتبه للمنكرات الموجودة في بيتنا يتغير حال كثير من المجتمع. لذلك إحنا نبعد عن الحرام سواء كان كبيرا أو صغيرا حتى ندخل في موضوع المنكر. الحرام نسأل الله العفو والعافية. إنكار المنكر بالمجتمع هي مش مهمة فئة اسمها المشايخ والدعاء والخطباء، لا، هذه مهمة مجتمعية، لأن الله عز وجل إذا رأى المنكر يعم مجتمعا والمجتمع ساكت كان الإثم على الجميع وكانت العقوبة على الجميع. شو ربنا قال؟ واتقوا فتنة، أي عذابا واختبارا وامتحانا، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. يعني ديروا بالكم ينزل عليكم عذاب، ما بينزل على العصاة، لا بينزل على الكل، الطالح والصالح نسأل الله العفو والعافية. لأنه إذا ظهر الخبث في قوم، وإذا ظهر المنكر في قوم، وإذا رأى الإنسان المعاصي تتجول هو ساكت، ربنا شو قال؟ لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كويس، هاي القاعدة، بما عصوا وكانوا يعتدون، يعني فئة منهم عصت وكانوا يعتدون. طب واللي ما عصوا؟ كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. ربنا لعنهم طردهم من رحمته سبحانه وتعالى، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. والفريق الثاني كانوا لا يتناهون عن منكر، معناته لما واحد يعمل منكر وأنا أسكت على المنكر أنت شريك معه بالإثم. فتخيلوا لو أن كل صاحب منكر وقع في منكر وجد من ينصحه، مش من يحاكمه، لا، إحنا ما بنحاكم البشر، إحنا ما بنحاكم البشر،
احنا بننصح البشر لو ان كل صاحب معصية وقع في معصية وجد من ينصح لهذا العاصي اللي تارك نظافته واللي ماكل مال خواته واللي معتدي على جاره واللي ماكل اموال الناس بالباطل واللي ارتشى واللي انتشى. لو كل واحد من هذول وجد من ينكر عليه المنكر يقول له يا رجل اتق الله، والله ما حبيته لك، والله العظيم هذا بكرة غير كله تدفعه بنار جهنم، والله هذا كله غير يطلع عليك وعلى أولادك وعلى عافيتك وعلى صحتك، ينصح ينصح يقدم له النصح. هذا كيف بصير المجتمع؟ لكن احنا وين مشكلتنا؟ أن صاحب المنكر يبجل ويعظم ويعطى أجمل الألقاب. واحد من الأمراء بزمن سيدنا عمر رضي الله عنه ولا على سواء والي زي محافظ بأيامنا، بس كان يحكم ويرسم الوالي. الوالي يعني كان هو اللي بإيده كل الحكم. إحنا الشرع في الإسلام كان الحكم لا مركزي، يعني كل صاحب ولاية هو بيدير شؤونه وفي الخليفة براقب على الكل. فإجا جمعهم، وين جمعهم؟ بالجامع اللي بناه النبي عليه الصلاة والسلام. ما كان لما المسلمين يدخل على البلد أول ما أسسوا الجامع، فقالوا اسمعوا، أتيتكم بناقتي هيها قدامكم، أنا دخلت عليكم بهالناقة، فإن خرجت بغيرها فحاسبوني، أنا هاي مبين شغلي، أنا فتت عليكم وعلى الحكم بالناقة هاي. إذا بكرة روحت وإنه معي شلية معزة وروحت معي سيارات ومعي 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 ومعي، هذيك الساعة تعالوا حاسبوني. لو أن كل إنسان صاحب معصية اليوم وجد من ينكر عليه المنكر، كل ما يخالف الدين فهو منكر. والله تعلي صوتك على أمك منكر، والله إنك تتجاوز السرعة إنه منكر، تغيب عن محاضراتك بالجامعة وتمضيها تحت الشجرات والله إنه منكر. أشياء الناس ما بنتبهوا عليها، والله ما بنتبهوا عليها. هم مفكروا منكر بس بيشرب خمر، ما عدا عن ذلك مسموح. لا مش مسموح، الدين عمل، الدين مش كلمة تنحكى. ربنا قال وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم، هاي إنكار منكر، حتى يخوضوا في حديث غيره. وإما ينسينك الشيطان، وإما ينسينك ظلت قاعد معهم فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الضالين. قوم أول ما تتذكر، قوم أول ما تتذكر قوم، لأنه مجرد جلوسك مع أهل المنكر هو بحد ذاته معصية. لكن إحنا عندنا الأسلوب في إنكار المنكر اللي هو أسلوب النصح، لأنه أنت مش حاكم عليه. النبي عليه الصلاة والسلام قال ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمتي حواريون، محبون، أتباع، تلاميذ، حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويتقيدون بأمره. ما من نبي إلا وكان له من أمتي حواريون وأصحاب. بعدين قال لك النبي عليه الصلاة والسلام ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف، يعني أجيال يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، أصحاب منكر. فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن. شو يعني بقلبه؟ يعني على الأقل قلبه مش راضي عن فعلهم. إحنا اليوم إنكار منكر بس بالجوامع، قدم خط لقدام ارجع لورا، حرك أصبعك لا تحرك أصبعك، حط يدك على صدرك لا تحط يدك على بطنك. هذا اللي فهموه بس من إنكار المنكر. لا، إنكار المنكر على أصحاب المنكر، على المخالفين للدين، على المخالفين لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، على المخالفين للذوق العام لشريعة الله عز وجل، على المجاهر بالمعصية، نسأل الله العفو والعافية. لكن هذا كله يا أخوان بده يتم بلطافة. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. أنا دخلت على بيتي وجدت في منكر في بيتي، بغيره بإيدي، لأنه أنا حاكم على بيتي وأنا المسؤول عن أسرتي، بقدر أغير بإيدي. بس أنا لقيت خمارة بالشارع روح أكسرها؟ لا ما بكسرها، لأنه هاي مش ضمن صلاحياتي. طب شو صلاحياتك هون؟ فليغيره بلساني، فإن لم يستطع فبلساني، بنصحه بلساني. طب وما قدرت وبطلع علي بالعالي أو ما عندي مقدرة ما عندي قوة ما عندي إمكانية، فبقلبه. لكن المشكلة لما القلب نفسه يستمر المعصية يقول يا سلام. المشكلة لما يصير نقول ما بعد نقولك أما مبارح سيرت لك سهرة والله تمنيتكم معي، لا يا رجل ليش ما جبتنا على معصية السهرة، على معصية هو يفتخر بها هم يتمنون لو كانوا موجودين. هذا كيف يصير في المجتمع؟ العاصي العاصي مفتخر بعصيانه واللي ربنا نجاه من المعصية يتمنى لو كان معهم. سأل الله العفو العافية. النصح، لسانك، يدك ثم لسانك ثم قلبك، يدك على اللي بتمون عليه، اللي بتمون عليه. إن شاء الله منكمل بعد الفاصل. في فرق بين إزالة المنكر وتغيير المنكر. إزالة المنكر كسره، وتغيير المنكر عقل وفكر. يعني أنا مريت على الناس بيشربوا الخمر، إزالة المنكر أمسك الخمر أكسره، بس أنا أول ما أمشي بروح أجيبه خمر غيره، هذا اسمه أزلت. لكن النبي ما قال إزالة، قال تغيير. تغيير المنكر أن تجالسهم وتنصحهم وترشدهم حتى يغيروا في عقولهم نظرتهم للمنكر، هو يتغير من جوا. يعني سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لما إجى على مكة المكرمة كم صنم فيها الكعبة؟
360 صنم حواليها وفوقيها وتحتيها وعليها، 360 صنم، كم صنم كسر؟ ولا واحد. عشان قال له فتحت العقول قبل الحصون، فتح العقول النبي عليه الصلاة والسلام قبل الحصون. كم صنم كسر النبي؟ ولا صنم. بدأ يغير هو يغير العقلية ويغير تفكيرهم، وقولهم أفلا ينظرون إلى الجبال كيف رفعت، وإلى السماء كيف الجبال كيف نصبت، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. بدأ يغير تفكيرهم، شو هاي حجار هي بتسوي جمال؟ بدأ يغير، هذا التغيير مش الإزالة. سيدنا إبراهيم أزال المنكر، كسر الصنم. سيدنا محمد غير المنكر، لما غير عقولهم صار هم يتسابقوا على كسر الأصنام، هم يتسابقوا على كسر الأصنام لأنه غير. فأنت مطلوب منك تغير المنكر. زميلك برتشي، غير المنكر، قلوا هذا مال حرام اللي بتأخذه، هذا ظلم للمواطن اللي أخذت منه رشوة، وظلم لأولادك تطعميهم لقمة حرام، وظلم لنفسك لأنك عند الله راح تلاقيها، وظلم لمجتمعك لأنك خليت فيه القرش هو اللي يمشي هو اللي يحكي، هذا ظلم اللي سويته. تبدأ أنت تنصح وتغير طريقة تفكيره وعقليته تجاه الحلال والحرام. الله المستعان، مستعان بالله. تعرفين وين مشكلة بعض الناس في إنكار المنكر؟ يقول لك يا سيدي ما هي خربانة، هي وقفت على هاي، هاي مشكلة بعض الناس. يعني مثلا بتقول له يا رجل سيبك من الدخان، يا سيدي وقفت علي، ما انت تشوف غيري تارك صلاة. بتقول له واحد صلي، يقول لك هي وقفت علي، ما تشوف غيري لا بيصلي وبسكر. تقول له واحد بلاش خمر، يقول لك انا وقفت، ما تروح شوف اللي سرق البلد. زي هيك. ربنا شو قال بالقرآن الكريم عن بني إسرائيل؟ ربنا ذكرهم في القرآن فوق 70 مرة، لأنه بنو إسرائيل نموذج للتعايش البشري. ربنا ذكرهم فوق 70 مرة، ذكرهم بأخطائهم عشان ما نكون زيهم. وإذ قالت أمة منهم من بني إسرائيل لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا. شو تكفيه؟ شو تكفيه؟ أنت جاي تقيم الدين بمالطة يا زلمة. هي شوف صرنا زي بني إسرائيل، لا صرنا زيهم ولا ما صرنا زيهم؟ وإذ قالت أمة منهم لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا. شو دك فيه يا أخي؟ يا أخي أنت دير بالك على حالك، أنت دير بالك على مرتك وأولادك، وألف نعمة وألف خير، وحيط الشيء امشي جنب الحيط وقول يا الله الستيرة. أنت جاي تقيم الدين بمالطة، أنت ربه عشان تحاسبه. مش هاي المصطلحات اللي بيحكوها نفس بني إسرائيل؟ والله كل واحد بيحكي هذا المصطلح أنه يحمل فكر وعقلية بني إسرائيل بنص القرآن العظيم. شوف قديش عندك اليوم أمم تحمل هذا الفكر الإسرائيلي وهو بيصلي 5 فروض بالجامع. وإذ قالت أمة منهم لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا. أسيدي أنت ربه عشان تحاسبه؟ لا إله إلا الله. هي وقفت على هاي، شوف كيف. يا سيدي انت دير بالك على حالك، كل واحد ذنبه على جنبه، شو دك فيه؟ نفس كلام بني اسرائيل. لما تعظون قوما الله مهلكهم او معذبهم عذابا شديدا. فانا لما بنكر المنكر احتراما لله اولا، ولعل هذا صاحب المعصيه ينتصح. معناته انا لما بنكر المنكر التزام بامر الله، هو يهتدي لما يهتدي شو اسوي له؟ معذرة إلى ربكم أقدم العذر بين يدي الله أني لم أرضى بالمنكر ولعلهم يتقون. شوف ربنا شو قال عاد. إذن صاروا كم فئة؟ صاروا 3 فئات، ناس ينهون عن المنكر، وناس وقعوا بالمنكر، وناس كانوا ينهون الذين ينهون عن المنكر. يعني هم ما عملوا منكر بس كانوا سكتوا الشيوخ، خلنا بين قوسين كانوا سكتوا اللي بينكر المنكر. صاروا بني إسرائيل 3 فئات، ناس وقعوا في المعصية، وناس نهوا عن المعصية، وناس شو قالوا؟ لما تعظون قوما، يعني مثبطين، يعني سيبك منه، يعني انت مش جاي تقين الدين بمالطة. هذول الفئة صاروا 3 فئات. شوف ربنا شو قال. فلما نسوا ما ذكروا ونزل العذاب أنجينا مين؟ الذين ينهون عن السوء، وأخذنا الذين ظلموا. مين الذين ظلموا؟ الذين ظلموا اللي عصوا واللي سكتوا الدعاء، اللي عصى واللي سكت واللي ثبط واللي قال سيبك منه. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء، بس هم اللي نجناهم، وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فلما عتوا عما نهوا عنه، شو كانت العقوبة؟ قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. ربنا مسخهم قرود، سأل الله العفو. صاروا 3 فئات، واقع في المعصية وناه عنها وساكت عنها. لما ربنا نزل العذاب، شو العذاب؟ مسخ المسخ قرود وخنازير. ربنا مسخ اللي وقع في المعصية واللي سكت عن المعصية، واللي نجاهم ربنا بس اللي نهوا عن المعاصي. إذا الذي وقع في المعصية والذي سكت عن المعصية كلاهما شريك. فكم من شريك اليوم في المعاصي وهو لم يفعلها، كم من شريك اليوم في المعاصي وهو لم يفعلها، وكم من واقع في الإثم وما قارفه
وكم مسجل عند الله أنه آثم لأنه سكت. قديش عددهم هذول؟ يا سلام، هاي من أعظم الآيات، من أعظم الآيات اللي بتخليك تنكر المنكر، لأن سكوتك عن المعصية شراكة في المعصية. ولو كل واحد وقعت قدامه معصية أو وصلته معصية أو تشجع على معصية أو انحكاله عن معصية، قال لصاحب المعصية اتق الله في نفسك وفينا وبأولادك وبأمتك وبلدك، والله ما بتصير معاصي، والله غتنحصر. ولكننا عظمنا أصحاب المعاصي في قلوبنا وفي أماكننا، والله عظمناهم. ورجعنا نقول ليش نلوم، ليش البلد خربانة؟ لأنه أنت عظمت صاحب المعصية. والله لو أن كل صاحب معصية ما وجد إنسان يضيفه ولا يبجله ولا يحترمه ولا يحط رأس طابور، والله غير أصحاب المعاصي يتركوا المعاصي، مش خوفا من الله، خوفا على مكاسب الدنيا. حلو يا ساكت عن المعصية، هاي رسالة. أنت شريك في دمار بلدك، أنت شريك لمقترفها، أنت سبب في غضب الله عز وجل على أمتنا كلها. وكلنا بنشوف معاصي. أنا ما بقولك شيء العصا لا، لكن احكي وانطق وتكلم. لكن يا حسرت عليك، انت كيف بدك تحكي وانت ما عندكش معلومه؟ ما هي المشكله كمان، كيف بدك تتكلم بالدين وانت ما عندكش معلومه؟ كيف بدك تسمع للدين؟ افتح دين يا زلمه، هذا حجه عليك يا رجل، والله حجه عليك. الله غير عيد الايه هي عظيمه وخطيره. واذ قالت امه منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم او معذبهم عذابا شديدا قالوا معذره الى ربكم ولعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به انجينا الذين ينهون عن السوء، بس الذين ينهون عن السوء، وأخذنا الذين ظلموا. مين اللي ظلم؟ اللي عصى واللي سكت. وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. شو كان العذاب؟ فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. سأل الله العفو العافية. الدين بده رجال تدافع عنه، بالدين بده واحد ما يستحيش في دينه. لأنك أنت لما بتتكلم بالدين تكلم باسم الله، لا باسم فلان ولا باسم علان، ما بتحكي بمصلحة شخصية ولا بتحكي بمنفعة دنيوية، لا أنت بتحكي باسم مجتمع. وأنت يا صاحب المعصية ما إلك حق تنزل غضب ربنا علينا عشان أنت تنبسط، لا ما كيش حق. ما فيش واحد يقول على كيفي، على كيفك ببيتك. في زمن سيدنا عمر الناس كانوا يشربوا خمر، سمعهم وين بيشربوا الخمر؟ جوا دارهم. فإجا سيدنا عمر نط عن السور طلعهم وقطهم كلهم عنده على السجن. ثاني يوم دي حاكمهم، صحيهم وسكرانين، بس حتى السكرانين في ذاك الزمن عندهم فكر، احنا الصاحيين اليوم يلا ملاقي له فكر. قالوا يا امير المؤمنين، ان كنا قد عصينا الله بشرب الخمر فقد استترنا، وانت عصيت الله وتسورت علينا، انت نطيت علينا فوق السور. طب الحق مع مين؟ انتوا شربتوا خمر، لا انت نطيت على السور. مين يقضي بينهم؟ سيدنا علي. شو قال سيدنا علي؟ يا امير المؤمنين، لا يقام عليهم حد، فقد عصوا الله سرا، واما انت فقد تسورت عليهم الباب، انت نطيت من فوق السور. ها معناته كان في معاصي. في معاصي، بس بدك تعصي الله روح بيت اهلك، ما تطلع الشارع. فليس لصاحب المعصيه حق في ان يكون سببا في نزول سخط الله علينا. فانا لما بدي انصحك يا صاحب المعصيه، لانك انت بتنتهك حقي، حقي في رحمه الله، حقي في ستر المجتمع، حقي في رضا الله عز وجل، تعصي. انا ما بقول لك لا تعصي، يا ريت ما تعصي، لكن اذا بليتم فاستتر، روح سكر الباب على حالك وسوي اللي بدك اياه، ما حد بيقول لك لا. لكن تطلع على الشارع وتعصي الله بالشارع؟ لا. واحد شرب الخمر في بيته، انا مالي عنده، بينه وبين ربه، ربه اللي بحاسبه. لكنه اذا كسر حياء الله عز وجل وستر الله على المجتمع، صار مطالبا من كل مجتمع انه مش يعتدى على الدوله، يعتدى على الله. واحنا كلنا فزعه ربنا. وكمان بنفس الوقت انا صاحب معصيه، اجي واحد نصحني، يا اخي انا من لما بتنصحني مش ازعل منك، لا شكرا لك، رحم الله امرا اهدى الي عيوبي. كلام مين؟ كلام سيدنا عمر. فلما واحد اجي انصحك، بدي انصحك نصيحه لوجه الله، لا تزعل مني، انا بدي انقذك من النار، انا بدي مشان تظلك انت انسان امام الله عز وجل، لانه احنا كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا، لما تيجي طوبه توقع اختها بتشد معها، هذا المقصود. نسال الله ان يسترنا جميعا. لازم نبدأ يا أخوانا، وبلطاف أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. وإيش؟ والموعظة الحسنة بالحكمة. طبعا مرات اللكمة من الحكمة، بس الفكرة أنه إحنا مش أوصياء على الناس، لكن الخير ينتشر، الخير ينتشر، الخير ينتشر، يعني بتصير رائحة الخير موجودة، رائحة الطيبة موجودة، بتصير رائحة الدعوة موجودة. يا رب الله يقدرنا، يا رب الله يقدرنا.